يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف نجمع بين ما ورد أن طعام الجن هو اللحم الذي ينشأ على بقايا عظام طعام بني آدم، وبين أن الشيطان يأكل مع ابن آدم إذا لم يسمي عليه؟ هذا في المسلمين من الجن يا أخي، ما هم للجن كلهم، ما هو طعام للشيطان، هذا طعام للمؤمنين من الجن. نعم.